مساء الخير على كل متابعين موقع وتلفزيون المصري اليوم من كل مكان. برحب بحضراتكم، معاكم اسامه علي في لايف جديد. طبعا النهارده منورنا استاذ محمد وطني، هو الصديق المقرب ومدير اعمال النجم الراحل فتى الشاشه الاسمر الفنان احمد زكي رحمه الله عليه، يعني في ذكرى وفاته 19. هيكلمنا النهارده عن بعض المعلومات وكمان بعض الاسرار في حياه فتى الشاشه الاسمر. برحب بحضرتك وكل سنه وانتوا طيبين وكل سنه والشعب المصري كله طيب يا رب. اللهم امين. في البدايه كده عايز حضرتك بقى يعني تكلمنا، تعرفنا حضرتك على نفسك وتكلمنا يعني عن الزعيم يعني الفنان احمد زكي. انا اسمي محمد وطني، اشتغلت مع الاستاذ احمد قرابه المعرفه والشغل قرابه 22 سنه، وقعدت معاه 22 سنه لحد ما ربنا كرمه وافتقره وتوفى، يعني لحد ما توفى. عايز حضرتك تكلمني اكتر عن الاسرار اللي في حياه الفنان احمد زكي، يعني قدم كتير في الاعمال السينمائيه وعمل ادوار عظيمه لحد الناس فاكرينها، فاكيد ورا نجم عظيم زي ده اسرار، فعايزين نعرف عن الاسرار. اسراره، بص، هو ما عندوش اسرار، هو الاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه وهب حياته كلها لفنه، كان عاشق للتمثيل وفن التشخيص، وكان كل امل ان هو يعمل ادوار وينوع في الادوار، وكان دايما يقول لي يا وطني الممثل اللي ما يسيبش دهشه للمشاهد ما يبقاش ممثل. فهو كان عجينه فن، يعني عندنا ممثلين عظام كتير، لكن انا بقول ان دايما الاستاذ احمد زكي ممثل يسبح في سرب منفرد، يعني حاله خاصه في فن التشخيص، وده كان لها طبعا عن انه يفتح بيت تاني وانه يتجوز تاني، لان كان كل حياته كلها بتصب في فن التشخيص، وكان بيعتبر ان التمثيل ده مهنه. كان دايما يقول لي يا وطري الممثل زي الواعظ، صحيح، يعني بطلع واقدم حاجه وبحل مشكله للجمهور في شكل فيلم، ولازم ان احنا كنا نحط الضوء على بعض الشخصيات زي عبد الناصر والسادات وطه حسين، ولو كان ربنا اداله طول العمر كان عايز يعمل حسني مبارك ويعمل شخصيات كثيره، قال لي لان الناس دي عملوا كتير جدا في تاريخنا، لكن للاسف الشديد احنا شايفينهم سطر في كتاب، فلازم نطلع ونفهم الاجيال اللي جايه مين الشخصيه دي وعملوا ايه ده فعلا عمله وكان مبدع في ادواره، سواء يعني الحاجات اللي مثلها في الفنان يعني رئيس الراحل انور السادات او جمال عبد الناصر. ولكن يعني عايزين حضرتك تسرد لينا بعض يعني التفاصيل في حياه الفنان احمد زكي، ومن اكتر المواقف اللي لا تنسى مع حضرتك لاحمد زكي. اكتر حاجه فيها غزاره بالنسبه لتاريخ الفنان احمد زكي هو اداؤه للشخصيات، يعني احنا مره كنا معزومين في الاستاذه ماجده واصف في معهد العالم العربي بباريس، كنا بنعرض هناك، ففي بنت جت ومعاها اتنين كمان دخلوا سلموا عليه، فقال لي مين دول؟ قلت له ما اعرفهمش. فراح جاء قالت له ازيك يا بابا؟ لا ازيك يا حبيبتي، مين انت؟ قالت له انا بنت طه حسين. قالت له انت كنت بتوريني بابا كل يوم في المسلسل. وقعه ثانيه كنا بنعمل ريسبشن في الهيلتون، ودايما انا كنت واقف على جنبه الشمال كده، يعني يجي حد يقول لي مين ده مين ده، انا يعني عارف مش عارف تفكره بالاشخاص. ففي واحد جاي بيقول لي مين ده؟ قلت له انا مش عارفه، فسالت اللي جنبي قال لي ده عبد الحكيم عبد الناصر. فقلت له ده حكيم عبد الناصر. فسلم عليه قال له يا حكيم انا شلتك وانت عيل صغير في الفيلم يعني. فراح ضحك قال له بص يا استاذ احمد، انك تعمل بابا عادي، انما انك تجيب بابا في البيت وانت ما دخلتش بيتنا ده اللي مش عادي، انا عايز اعرف انت عملته ازاي في البيت كده. فهو كان يعني التقمص عنده شيء مزعج، وبعدين كان لما حتى لما بيخلص الفيلم ما كانش بيعرف هو مين، يعني مره انفعل عليا شويه كده، فأنا طبعا يعني ما اقدرش ولا ارد ولا اعمل احتراما للسن، حتى على الاقل مش هقول انه فنان كبير. فجينا عند الفندق، انا يعني كنت ايه، مش عايز اقول بعاقبه، لا، لو كنت لما يحب ضايقه اروح قافل الموبايل، فهو بذكائه الفطري عرف ان انا هقفل الموبايل، ف
فجيت عند الفورتيل قلت بس ينزل وانا اقفل الموبايل، قال لي اركن هنا على جنب. رحت لكن قال لي بقول لك يا وطني انت هتروح البيت تزعل البت وتزعل الواد وتقول لمراتك مش عارف ايه والاكل ايه مش عارف. انا بطلع فوق من الاربع حيطان ما بلاقيش حد زعق معاه فاستحملني، عرف بذكائه الفطري انه يخليني ما اقفلش الموبايل. ف ما كانش يحب ان هو انك ترجع ترجع منه عنده زعلان. لا 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 ما ما, ما حصلش يعني، حتى لو صدر منه لفظ عفوا كده كان سريع ان هو يطيب بخاطر الكلمه وكده. احكي لي طيب، كنت جوه في الصالون بتقول ان انت كنت بتخاف يعني لما تروح عنده ومش عارف هتقابل شخصيه مين. انا رايح مش عارف فعلا، ما كنتش عارف يعني. هم كلموني في التليفون انت فين تعالى، وانا جاي يعني مثلا على ما اوصل من البيت عندي للهوتيل يكلمني 7-8 مرات انت فين انا في شرطه التحرير، انت فين انا في حته فين انت فين. كل مره كل مره بتوم مختلف، انا ببقى رايح للمكول مش عارف هقابل مين، رئيس الجمهوريه ولا هقابل الضابط في زوجه راجل مهم ولا هقابل التوناليتي بتاعه بيتغير، ما ببقاش عارف انا رايح اقابل مين، فكان بيبقى خضه بالنسبه لي. لكن انا طبعا مع العشره وكده اتعودت عليه وبقيت ادرك انا رايح اقابل مين في النهايه، يعني اخر مكالمه هي اللي تديني الشخصيه اللي انا رايح اقابلها. ممكن نقول يعني تفاصيل في حياته قبل يعماته والوصيه اللي وصى حضرتك بيها. بص هقول لك بصراحه، انا سالت السؤال ده قبل كده، انا ما وصيليش بحاجه يعني الحمد لله رب العالمين. هو من كتر العشره والتوحد بدا يلتبس فيا ان انا اعمل حاجه وهو ما قاليش عليها، يعني كان يقول لي كلمت فلان، رحت لحسين القله كلمت علي بدر خاض كلمت مش عارفين، اقول له انت ما قلتليش، يقول لي من غير ما اقول لك. شوف وصلنا لمرحله ان يجب ان انا اعمل ان انا اعمل اللي هو عايزه من غير ما هو يقوله، فما كانش فيه وصيه خالص. هي غير مره واحده بس كده قال لي اقعد جنبي في المستشفى اللي انا قلتها جوه في الندوه، قال لي يا وطني انا تعبتك معايا كتير. قلت له ما تقولش كده يا استاذ احمد، قبل وفاه باسبوعين كده. قال لي انا ليا طلب اخير. قلت له ايه؟ قال لي توقف معايا عشان في العزاء. فاثر فيا جامد بس لكن كوصيه يعمل كذا او سوي كذا لا، هو عارف انا هعمل ايه وكانه موجود بالظبط. كان في موقف في يعني حياه الزعيمه طبعا الفنان احمد زكي مليانه بالاسرار، ولكن برضو ممكن نتطرق مع بعض في دموع في عين حضرتك يا فندم. في دموع في عين حضرتك؟ لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عايزين طيب نتطرق لاحمد يعني هيثم احمد زكي. تحكي لي برضو عنه اكتر. هيثم ده كان صدمه بالنسبه لي اكتر من الاستاذ احمد، لان الاستاذ احمد الترمومتر الصحي بتاعه قدامي كان كل يوم بينزل، يعني في بوادر موت. والحاله المرضيه اللي كان بيتعالج منها كانت حاله متاخره، فبالتالي انا كنت مؤهل انه هيموت، لكن هيثم انا اتخضيت، يعني هيثم ده انا بقيت اتنطط كده. لا لا خالص خالص، ده انا مكلمني في نفس اليوم الساعه 5 ويقول لي قول لي طنط عايز اكل ملوخيه وبنهزر ومش عارف ايه، ابص لا افوجا الساعه 12 بالليل هيثم مات. ف كان شوك كبير بالنسبه لي قوي. الله يرحمهم ويرحم امتنا جميعا. اللهم امين يا رب. بشكرك جدا. ميرسي يا حبيبي. حاجه اخيره، رساله اخيره، عايز اقول اللي بيتفرج او اللي يشوف البرنامج ده بالصدفه ادعي له بالرحمه، يعني هو في دار الحق وربنا يجمعنا وياه بالجنه باذن الله تعالى. بشكرك جدا. العفو يا حبيبي. العفو يا حبيبي. كنت معايا موقع المصري اليوم، كان مع حضراتكم اسامه علي، شكرا لكم.